مساء الخير عليكم جميعا، أهلا بكم معانا في البيت الكبير. البيت الكبير بيلم العيلة معاكم كل أسبوع الساعة 4، هنتكلم عن الصحة والجمال، الفن والثقافة، رياضة، أطفال، ديكور، وعن الموضة، وكل حاجة تخص البيت هتلاقوها معانا. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من البيت الكبير، إن شاء الله نقدر نفيدكم بمعلومة بسيطة ونصيحة سهلة. منورينا، نلقاكم بعد الفاصل. أهلا بيكم مرة تانية في البيت الكبير. الحلقة النهاردة منقسمة لفقرتين. أول فقرة هيكون معانا فيها دكتورة سالي صفوت، استشارة الجلدية والتجميل الليزر. هنتكلم معاها عن تصبغات البشرة، هتعرفنا الفرق بين التصبغات، بين انواع التصبغات، بين انواع البقع، وازاي البقع دي بتحصل، واحنا ممكن نتفادى ده ازاي، ولو حصل ازاي نعالجه. اهلا بيكي دكتوره سالي. اهلا حضرتك. منورانا، هنزعجك شويه بشويه اسئله، بالعكس. بس نتمنى ان احنا نفيد المشاهدين بخبرتك وبنصايحك. ان شاء الله. عرفينا يعني ايه تصبغات؟ طيب، عشان نبتدي من الاول نعرف ليه ناس لونها فاتح وليه ناس لونها غامق، وليه ناس لما بتتعور او بتتجرح بتسيب بقع غامقة، وفي ناس تانية لا بتتعور ما بتسيبش بقع غامقة، في ناس تانية تطلع لها حباية مكان الحباية تسيب بقع غامقة، وفي ناس تانية تطلع لها الحباية وتخف. مبدئيا التصبغات نتيجة مادة اسمها ميلانين، دي في خلية من خلايا الصبغيات. ربنا لما خلق الجلد خلقنا كلنا مخزون الصبغيات بتاعنا ثابت، بمعنى ان كل 36 خلية جلد عادية في خلية صبغيات واحدة. طب ايه اللي بيخلي واحد ابيض قوي بالظبط وواحد غامق قوي؟ تمام. يعني هل ده عنده صبغيات اكتر من ده؟ هو ربنا خلق نفس عدد الخلايا، لكن ده الصبغيات بتاعته نشطه وده الصبغيات بتاعته مش نشطه. تمام. من هنا الجزء بتاع التصبغات. حضرتك عارف الحبايه لما بتطلع بتبقى لونها احمر وملتهب، صح؟ تمام. كل ما زاد الالتهاب كل ما تخف بحاجه اسمها اسمرار ما بعد الالتهاب. تمام. الالتهاب بيجي جنب، عارف، جنب الخليه بتاعت الصبغيات وتعمل لها كده، على اللي هي تحفزها تحفزها، تروح مطلعه الصبغيات بتاعتها كتير. في ناس الالتهاب ما بيبقاش عندها شديد فما يسيبش البقع الغامقه. في ناس عندها خليه الصبغيات حساسه، اقل التهاب بيسيب البقع الغامقه. تمام. طيب احنا قلنا الفرق بين يعني الحراره والعوامل الخارجيه ما بتاثرش فرق في البشره، يعني احنا في الافارقه سود، وهل هم التصبغات عندهم نشطه عشان كده هم سود، او اللون ده اسود اكتر من الشمال، كل ما طلعنا للشمال كل ما كان اللون افتح. احنا هل حضرتك تقصدي كده؟ اتفقنا ان عدد الصبغيات ثابت في كل البشر. تمام. كل ما زاد الغمقان بتاع البشره كل ما زاد النشاط بتاع الصبغيات، كل ما قل الغمقان كل ما قل النشاط بتاع الصبغيات. تمام. طيب احنا ممكن التصبغات والبقع السوداء اللي بتظهر في الجسم، هل ممكن يكون ليها اعراض مرضيه، ولا هي بتكون كلها اعراض خارجيه او من حاجات احنا بنستخدمها؟ يعني هل هتكون هي عرض لمرض؟ لا، ما بتبقاش عرض للمرض الا في حاجات نادره جدا وما بتبقاش تصبغات. بمعنى ايه بقى؟ يعني زي ما قلنا حبايه او حب شباب دي اكتر حاجه شائعه في البنات او في الولاد، ان بيحصل حاجه اسمها اسمرار ما بعد الالتهاب. جرح اتعمل خف، كل ما الجرح كان احمر وكان بيوجع ما بيخف بيسيب بقع. دي معظمها الحاجات الخارجيه. الحاجات الخارجيه كمان اللي هي الشمس، اللي هو ان انا اتعرض لشمس من غير واقي شمس، ان انا ممكن اتحرق وبعد كده الحرق يخف يسيب لي بقع في وشي، ممكن اتعرض لجلسه من جلسات الجلسات الغلط، اعمل ليزر غلط مش مناسب لبشرتي، او احط ماده تفتيح مش مناسبه لبشرتي، دي بتعمل غمقان. فكل دي عوامل خارجيه. في عوامل داخليه. اكتر سبب واشهر سبب للعوامل الداخليه الهرمونات، الكلف، الكلف بتاع الحمل. تمام. تلاقي الست في فتره الحمل بدا يطلع لها في الباتر فلاي في المنطقه دي كده الكلف بتاع الحمل. في واحده تانية تقول لك لا، طب انا اخر ولد عندي عنده 12 سنه يا دكتوره ولسه بيطلع لي كلف. تجيبها كده تكتشف انها بتاخد اقراص معنى الحمل، اللي هي بتعمل حاله بتأثر على للجسم. الهرمونات هي ما هو اقراص معنى الحمل دي بتعمل على الحمل ازاي؟ بتهيئ الجسم كانك حامل، بتديها الاستروجين والبروجسترون فبتخلي الجسم في حاله حمل. تمام. طب هي دي هرمونات الحمل برضه. في بقى امراض تانية ممكن تلاقي فيها بقع، زي حاجه اسمها اميلودوزس اللي هو ترسب بروتين تحت الجلد. مهما بتعمل جلسات ومهما بتعمل ليزر ومهما بتعمل تفتيح ما بيخفش. ليه؟ لانه بروتين لكن شكله الخارجي بقع وتصبغات. طب ازاي افرق بين النمش والكلف؟ النمش ليه شكل والكلف ليه شكل.
تمام. النمش عامل زي بيمبوي، انت زي ما تكون جايب قلم ومنقط وشك، وبيكون صغير جدا. والنمش مش لازم يطلع في الناس البيضاء قوي، في النمش بيطلع للناس البيضاء قوي، ده اللي الناس اللي احنا عارفينه اللي هو من علامات الجمال، وبيزيد لما يتعرض للشمس وما يرجع بيته بيهدى. في بقى نمش مع تقدم السن، يعني في من ضمن علامات تقدم السن ايه؟ مش بس التجاعيد، بقع ونمش، بدليل ان الناس الكبار تلاقي عندهم في ايديهم بقع بني. الكلف كانك راسم بقى، مش بين بوينت نقط، لا باترفلاي واخد شكل معين، كانك عامل روجا جو بني في الحتت دي، الخدود، المناخير، الحته بتاعت القوره هنا حوالين البق، فده بيبقى له كلف وده شكل وده شكل. كمان الكلف مرتبط دايما مع الحمل او مع الهرمونات او اقراص من الحمل. تمام. انت قلتي دلوقتي ان النمش من علامات الجمال، يعني نقول للناس اللي عندهم نمش ما تجروش ان انتوا تفتحوا او تجروا ان انتوا تعالجوا الموضوع ده. يا دكتور انا عندي نمش عايزه اشيله بالليزر. ليه يا بنتي؟ ده جميل، ده دلوقتي ده من علامات الجمال، ده ميك اب ارتست بقوا بيعملوه. انت كده بتاخدي اتجاه تاني خالص غير يعني غير المعروف، يعني ان الناس بتحاول تعالج النمش، بتحاول تبقى بيضه قوي، بتحاول التفتيح، يعني زي ما احنا بنسمع انا عايزه افتح كريمي يفتحني 3 4 درجات في شهر شهر ونص. هل ممكن نعمل كده بالمناسبه؟ يعني احنا بنسال بقى الكلام. هقول لك انا واخده اتجاه معين اللي هو الناتشرال لوك. الناتشرال لوك في اي حاجه، يعني ربنا خالقك باللون ده، ربنا خالق بشرتك باللون ده، ربنا خالق شعرك بالشكل ده، حتى الشعر الكيرلي والشعر الليس على فكره، يعني انا واخده الشكل الناتشرال لوك، حتى البوتوكس، حتى الفيلر. يعني قصة انك انت تروح لدكتور يقعد ينفخك ينفخ 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 عشان تمشي بشكل معين، بقت الستات كلها شكل بعض، تحس انها راحة واحد بس اتجاه واحد. صحيح فعلا. رمضان اللي فات الستات اتعقدت من منظر الممثلات، معظمهم نفخ اوفر نفخ. فايه المشكلة؟ ان مفيش مشكلة ان انا اعمل بوتوكس واعمل فيلر واعمل تجميل، بس الناتشرال لوك ما تبقاش الانسان عارف ان انا عاملة غير لما اقول والله انا حقنة. يعني احنا بنقول للناس خليكم مع الطبيعي او نوصل للمستوى الطبيعي، بلاش نبالغ وبلاش نوصل ان احنا نقول احنا عايزين تفتيح زي ما بقول لحضرتك كده كريم تفتيح، انا عايزه حاجه سحر. لا مفيش سحر، تخليني درجتين ثلاثه على الاقل. مفيش سحر في الطب، ولو في سحر في الطب دلوقتي احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم ان لون بشرتك معتمد على مخزون الصبغيات في جسمك. تمام. طيب انا دلوقتي عايز حاجه في 3 ايام يموت لي مخزون الصبغيات. انا دخلت نفسي في بهاء وشفت الحالات، انا شفت الحالات دي، يعني انا بروح الخليج وبشوف ستات في الخليج استخدموا حاجات موتت مخزون الصبغيات وجابت لهم بهاء عشان بس كانت عايزه تفتح بشرتها. طيب نلحق بسرعه عشان بيقولوا لي 5 دقائق على نهايه الفقره. بمناسبه الـ 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 البهاء، احنا نقدر نفتح يعني نفتح قد ايه، او ننصح العميل ان هو يستخدم كريمات ياخد وقت قد ايه معايا؟ هل هو استعجال ولا ممكن الدنيا مثلا لو حبيت افتح درجه واحده او درجتين تقريبيا؟ طبعا هي حسب المريض. بص مفيش حاجه اسمها انا هفتح درجه او درجتين. دلوقتي انا عندي حاجه اسمها اسمرار ما بعد الالتهاب، انا عندي بقع فعلا، انا عايزه البقعه دي اشيلها واوصل لدرجه جلدي. تمام. علشان يكون في منتج طبيعي مش هياخد له اقل من 40 يوم. تمام. عشان كده احنا بنبتدي نتدخل بجلسات. تمام. طيب الجلسات دي اللي هي التقشير ولا في انواع تانية من الجلسات اللي احنا ممكن تعرفيني عليها؟ بس اول حاجه بنحب نعملها التقشير. حلو. علشان يعمل نضاره للبشره. تمام. يشيل الطبقات الجلد الميته ويعمل لنا زي ترطيب للبشره. تمام. بحيث ان احنا نخلي البشره اللي هي حصل لها حرق او حصل لها التهاب دي تنتهي خالص، ويبتدي يحصل ريجينريشن وتطلع بشره جديده. طب ايه هي انواع التقشير؟ بص هو طبعا كل الناس عارفه حاجه اسمها التقشير الكيميائي. تمام. ومشهور بحاجه اسمها احماض الفواكه. تمام. المفاجاه ان احماض الفواكه ما بتقشرش. احماض الفواكه حضرتك عارف انها حاجه اسمها جلايكوليك اسيد. الجلايكوليك اسيد يعمل نضاره، يعمل شد للبشره، لكن ما بيطلعش قشر. اللي بيطلع القشر كان اسمه حمض قصب السكر او كان التي سي اي. التي سي اي ده جميل ورائع، بس الناس اللي بشرتهم فاتحه، الناس اللي بشرتهم غامقه، او الناس اللي عندها شويه تصبغات، ممكن يعمل حاجه اسمها اسمرار ما بعد الالتهاب اكتر. تمام. يعني احنا دلوقتي هنقول ان حضرتك قلتي ان التقشير الكيميائي ده المعروف، هل انا ممكن استخدم الليزر في التقشير؟ في ليزر او في التفتيح، يعني اشرح لنا النقطه نوع دي. في اكتر من نوع تفتيح في الليزر. في حاجه اسمها ابليتيف او فراكشنال سي او 2، ده بيعمل تفتيح عن طريق التقشير بس بيدخل لطبقات اكتر من الجلد. وفي حاجه اسمها كيو سويتشد ان دي، ده بيشتغل على الميلانين بس ما بيعملش تقشير. مين بقى اللي يقدر يحكم؟ الدكتور. هو اللي يقدر يبقى يشوف دي هتتقشر ازاي، طب دي محتاجه تتقشر، طب لا دي محتاجه حاجه تخترق اكتر، هو اللي يقدر يحكم.
وصفات ستي ووصفات الانترنت، ايه رايك فيها؟ انا يعني يقول لك انا في جربت وصفه الفلانيه بتعمل كذا، انا او شفت مقاسي. تمام الفاني، المأساة الفاني، ان واحده كانت جابت حاجه كركم كده وخلطه وجات لي لونها اصفر. عشان الكركم مش صافي. انا حطيت كذا كذا على وشي ووشي اصفر. طب اعمل ايه؟ ومفيش حاجه بتضيع اصطفار، هتفضلي كده لحد ما اللون بتاعك يروح، يعني ما حد اللون الاصفر ده يروح. بالظبط. في حاجات بقى كارثيه، يعني دي كانت ضحك، دي اقصى حاجه هتحصل لها انها لونها بس يلون، اللي هو بقى ممكن يحصل حرق، اللي هي بقى خلطات التفتيح المعروفه في المناطق الشعبيه باسم خلطه التفتيح، ومعروفه في الخليج باسم خلطه افالون. دي باسم وصلت خلطة افالون. افالون. تمام. انت تسالها، انا بعرف الست انها حطت الخلطه منين، الاقي عندها عروق في وشها، الاقي شعر طالع في وشها كتير، الاقي وشها غامق قوي قوي، تقول لك انا استخدمت الخلطه يوم يومين وكنت مبسوطه، بعد كده غمقت اكتر. تمام. طب هو يعني يعني في حاجات بتخلي الشعر ينمو زياده في الوش الخلطه دي عباره عن وتاكل طبقه كذا من حاجه، من هقول لحضرتك، عباره عن حاجه اسمها هيدروكينون. الهيدروكينون دي ماده تفتيح، حضرتك اكيد عارفها، بس تكون مادة تفتيح لها ليليه. بروفايك، هي كده فعلا. تمام في تركيز منها 4% وتركيز 2%. تمام الخلطه دي فيري ايريتنت، علشان ما يحصلش التهابات بيتحط معاها كورتيزون، بيتحط كريم بشره شهير جدا بيجي في التلفزيون بيتحط على كلنا الخلطه عارفينه. دي. وبيتحط هي دي كمان خلطة الثلاث اربع كلمات اللي بيتعملوا مع بعض. رباعيه، خماسيه، سباعيه، حاجه كده. ايوه وبيتحط حاجه تمام. اسمها ريتينويدز، كريم اللي هو فيه فيتامين الف. كل ده فيري ايريتنت، عشان الاريتيشن، على قاعده بقى، على قاعده كريم مرطب، عشان الاريتيشن الشديد بيحطوا كورتيزون. الكورتيزون رائع وجميل في امراض معينه، لكن على بشره رقيقه زي بشره الجلد هيزود لك الاوعيه الدمويه، فتلاقي عندك عروق حمراء كتير، هيزود الشعر، وبعد كده بيعمل حاجه اسمها سكين اتروفي، او بيعمل ضمور في الجلد. تمام. طيب هو انا لو جيت اقول البشره في يعني واختلاف تواجد الناس اللي في اسكندريه، القاهره، اسيوط، هل عوامل الجو بتفرق معاهم؟ انا لو انا غيرت من مكان لمكان ممكن بشرتي تتاثر ويحصل فيه تصبغات او التصبغات تتغير؟ دي حقيقة، زي ما قلنا بقى يعني الصبغيات عندنا فيها الميلانين. تمام. الميلانين ده بقى على حسب ما هو بيتعرض للشمس كتير ممكن يحصل له زي أكسدة، يتأكسد يعني يتحرق. فتلاقي الراجل مثلا تشوف صور وهو صغير تلاقيه يعني خضرة على فكرة وبشرته فاتحة، بس لما يكبر تلاقيه غامق وهو يعني خضرة. طب تبص على الصور بتاعته زمان، لا تلاقي ان هو كان أبيض. أبيض بقى اشتغل فين؟ اشتغل في الغردقة، اشتغل على مركب، اشتغل في مش عارف ايه، بيتأثر فبقى بعوامل لونه. الجو. يعني معنى كده ان احنا نقدر نقول الناس اللي بتروح المصيف ليوم واحد وترجع بتبقى حمرة شوية، تاني يوم تسود، ده طبيعي ما فيش فيه مشكلة في ناس بيحصل لها كده وفي ناس ما بيحصلهاش كده. بتسمر على اساس ايه بقى؟ زي ما قلنا الميلانين بتاع النهارده اللي انا رحت بيه المصيف النهارده اتحرق، اتاكسد. تمام. ربنا بيخلق لي حاجه اسمها مخزون صبغيات، علشان الميلانين ده يتعوض، عشان ما يجيش البهاء. مرضى البهاء ما عندهمش مخزون صبغيات. تمام. فلما تاني يوم احنا قاعدين في البيت وما خرجناش، الميلانين بتاعي بتاع امبارح اتحرق، فالمخزون طلع علشان يعوض، فاحنا كده غمقنا اكتر، فبقى عندنا نوعين ميلانين، النوع اللي اتحرق بتاع امبارح والنوع الجديد بتاع النهارده. اخر سؤال، وده هيبقى بره الموضوع، بس هو البهاء معدي. يعني النقطه دي احنا بنشوف مشاكل كتير قوي مع الناس، او الناس بتقلق وتخاف لما تلاقي حد عنده بهاء. فانت حضرتك ذكرتي المرض مرتين ثلاثه، هل هو معدي؟ يعني احنا ممكن نقول ايه للناس في النقطه دي تحديدا؟ نقول ان البهاء هو عباره عن مرض. الصبغيات بدل ما هي نشطه زي، يعني هل لما انا بطلع في الشمس وبغمق انا ممكن اعديك ان انا غامقه؟ لا بالظبط، هو كده. الصبغيات عندي نشطه فغمقيت، الصبغيات عندي مش نشطه او ماتت فبيضيت، نتيجه مرض مناعي، لا عدوى ولا معديه. تمام. البهاء مش معدي. نشكركم، نتمنى ان احنا نكون افدناكم مع الدكتوره سالي صفوت. ان شاء الله نلقاكم بعد الفاصل مع الدكتور محمد العدل، هنتكلم عن العظام وحقن العظام. شكرا ليكم، نلقاكم بعد الفاصل.